النهارده هنعمل مع بعض البروسكيتا، وهي مقبلات كده لذيذه قوي بتتعمل بارده في البيت في ثواني. طيب ايه المكونات اللي عندي؟ زي ما قلت لكم احنا هنعمل النهارده نوعين. عندي شويه من شرايح العيش الباجيت مديهم تحميصه كده ظريفه، واول ميكس هنشتغل بيه عندي فلفل اصفر، عندي شويه من الزيتون الاخضر، شويه من البلسامك، وشويه من التشيلي فليكس او بذور الفلفل، وهنستعمل كمان الريحان. وبالنسبه للميكس الثاني عندي شويه من الجبنه الريكوتا، شويه من الطماطم الشيري، وشويه من التوابل الايطالي، وهستعمل كمان شويه من زيت الزيتون. طيب خلونا نجهز المكسات بتاعتنا. زي ما قلت لكم حاجه بتخلص في ثواني، ما بتاخدش مننا وقت خالص، نقدر نحضرها لو اتزنقنا في عزومه كده جاي لنا حد. شويه عيش، شويه من الزيتون، حبايه فلفل واحده، وبص اهو البلسامك، هاخد معلقه صغيره اهي، والثانيه هاخد سنه من زيت الزيتون، هاخد شويه من الملح، شويه من الفلفل الاسود، بذور الفلفل، واخيرا شويه من ورق الريحان الفريش. هدي الكلام ده تقليبه هو، يبقى كده اول ميكس عندي جاهز. بولة تانية هاخد الجبنة الريكوتا، هنزل الطماطم الشاري، لو ما عنديش الطماطم الشاري ممكن تبقى الطماطم العادية نفرمها بس صغير كده زي ما انا عامل، التوابل الايطالي اللي هي لو مش موجودة عندنا نعناع، بتبقى روزماري، بتبقى شوية من الريحان، وكمان شوية من الزعتر. اخر حاجة عندي الريحان الفريش، ورشة من زيت الزيتون. طيب مش هحط فلفل اسود، بس هحط رشة من الملح، وندي الكلام ده تقليبة. كده عندي الميكسات بتاعتي جاهزة. أي طبق كده اشتغل فيه، هبتدي أنقل الحتت بتاعتي أهو. اشتغل في طبق غير اللي هنقدم فيه، عشان بس لو حاجة وقعت أو حاجة مننا ما نبهدلش الدنيا.